يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من الترند. حلقه اليوم غايه في الاهميه، عندنا العديد والعديد من الامور المتنوعه على مختلف الاصعده، سواء فيما يتعلق باخر اخبار النادي الاهلي او حتى بخصوص الاخبار المحليه، وكمان عندنا بعض الاخبار العالميه. كل ده هيكون على مدار حلقه اليوم من هذا البرنامج. مهم جدا دايما تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال الحلقه، وفي اطار حمله الدعم والمسانده اللي احنا بنعملها ليه او بنقدمها ليه مستر بيتسو موسيماني. ليه؟ لان هو يستحق ده نتيجه للارقام اللي بيحققها مع النادي الاهلي والبطولات. فبالتالي سؤال الحلقه النهارده لليوم الثاني على التوالي بيتعلق بالمدير الفني للنادي الاهلي، وايه رسالتك ليه مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق. وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام. لكن دايما بيكون في عناوين مهمه لكل حلقه، نشوف اهم العناوين النهارده. يلا في ترند الاهلي، تاجيل مباراه الاهلي وانبي في كاس مصر، وفي الترند المحلي اتحاد الكره نسعى لانهاء الدوري قبل نهايه اغسطس. يا مسهل. اما في الترند العالمي، اوجويرو ينضم رسميا لبرشلونه. طيب النهارده مفيش غير مباراه واحده بس في كاس مصر، مباراه ما بين الاسوان والمصري، مباراه هتكون في تمام الساعه 7 مساء في اطار بطوله كاس مصر اللي بطلها اكيد النادي الاهلي، واللي هيحاول باذن الله ان هو يدافع عن لقب هذه البطوله ويدافع عن لقب مختلف البطولات اللي هو قدر يفوز بيها خلال السنه اللي فاتت. مباراه هتكون قوامه من اسوان والمصري، اكيد هنتمتع بيها، هتكون الساعه 7 بعد ساعتين من دلوقتي، دي المباراه الوحيده. لكن عندنا كلام كتير جدا جدا مهم وايضاح لبعض الحقائق، لان في ناس بصراحه يعني بيحاولوا ايه يزيفوا الحقائق دي، يحاولوا ان هم يظهروا في الصوره بالشكل ان هم اللي مظلومين وهم اللي مجاهدين، ويعني حاجات كتير جدا للاسف. قدرنا كده، نصيبنا كده كقناه النادي الاهلي او كناس بتظهر من خلال قناه النادي الاهلي او اعلام النادي الاهلي بشكل كامل، ان هو يوضح هذه الحقائق. الحقائق كلها هتكون معانا بس بعد الفاصل بجداول وبمواعيد مباريات وبكل حاجه. نروح فاصل ونرجع نكمل، يلا. طيب في الاول كده عايزين نفصل وانا بتكلم معاكم ما بين الخطاب الاعلامي لنادي الزمالك او اعلام نادي الزمالك، نفصل ما بينه وما بين الناس اللي موجوده دلوقتي اللي ليهم كل التقدير والاحترام، وكل الناس ليهم التقدير والاحترام، اعلام نادي الزمالك والجمهور طبعا نادي الزمالك، كل الناس يعني. لكن في كلامنا دلوقتي احنا كلامنا محدد عن مين؟ عن اعلام نادي الزمالك. الاداره اللي بتدير نادي الزمالك دلوقتي مش بنتكلم عنهم طبعا، الناس علاقتهم ممتازه جدا جدا، وشفنا الكلام ده بشكل رسمي بينهم وبين اداره النادي الاهلي، ودي حاجه احنا نفسنا فيها دايما تكون مستمره. وبرده جمهور نادي الزمالك خارج القصه، لان في الحقيقه جمهور نادي الزمالك او البعض من جمهور نادي الزمالك هو الضحيه. ضحيه نتيجه للخطاب الاعلامي من اعلام نادي الزمالك، اللي واضح جدا ان هم بيتكلموا بسياسه مختلفه تماما عن الناس الموجوده دلوقتي تماما. فاحنا دلوقتي بنتكلم على اعلام نادي الزمالك وبنوضح بعض الحقائق وبنرد عليهم في بعض النقاط، لان واضح جدا ان هم عايزين يظهروا نفسهم دور الضحيه ويظهروا نادي الزمالك ان هو يعني مغلوب على امره وانه مظلوم كالعاده كالعاده من اعلام نادي الزمالك. لكن خلينا نوضح الامور دي كلها، لان الحقائق لازم تكون واضحه للجميع، وده دورنا بصراحه. دورنا ان احنا ندي كل واحد حقه، ودور الاعلام بشكل كامل يعني. فخلينا نشوف بالراحه كده بعد نغمه ضغط المباريات والسفريات والكلام من ده، وان الزمالك بيلعب اكتر من الاهلي، وان الاهلي بيريح مش عارف ازاي وحاجات غريبه جدا. تعالوا نشوف عدد مباريات الاهلي والزمالك من بدايه الموسم اللي ابتدى في 12/12/2020 لغايه دلوقتي. عدد المباريات هنا وعدد المباريات هنا. الاهلي لعب كام ماتش والزمالك لعب كام ماتش؟ اعرضوا لي يا جماعه الجدول اهو. الاهلي في بطوله الدوري لعب 19 مباراه. الزمالك في بطوله الدوري لعب كام؟ 25 ماتش.
هل الاهلي لعب 19 عشان يعني بيتدلع او الناس بتدلعه او يعني عايزين يبقى فيه نسبه ترفيه شويه بالنسبه لنادي الاهلي ياخد راحه؟ لا طبعا، الاهلي لعب 19 مباراه عشان الاهلي بيلعب في بطولات الزمالك ما بيلعبش فيها. الاهلي لعب العدد القليل ده عشان هو اصلا بيشارك في بطولات الزمالك ما وصل لهاش. تعال في كاس مصر الاهلي لعب مباراه واحده اللي هي كانت امام النصر، والزمالك لعب مباراتين كانوا مع الحرس والاسماعيلي، برضو الاهلي لعب مباراه واحده لان هو كان عنده ارتباطات افريقيه وكان في كاس عالم قبل كده، كاس عالم الانديه وحاجات كتير يعني. طيب تعال بقى في دوري ابطال افريقيا وركز في الحته دي، الاهلي لعب كام ماتش في دوري ابطال افريقيا؟ كام ماتش؟ 10 زي ما انت شايف كده على الشاشه. الزمالك لعب كام ماتش؟ 6. ده ليه؟ هقول لك ليه. الاهلي في دور ال 32 اللي هو لعبه كان مع سونوديب البطل النيجر، فلعبت مباراتين. الزمالك فريق الغزال التشادي انسحب فما لعبش، وبعد كده الزمالك لعب دور المجموعات الست مباريات بتوعه ومشي وخرج من البطوله. فطبيعي انه هيلعب ست مباريات بس، فطبيعي ده هينتج عنه ايه؟ خلي بالك هينتج عنه ايه؟ ان الزمالك يلعب عدد اكبر في ماتشات الدوري، صح ولا غلط؟ صح. طب الاهلي بيلعب 10 مباريات ليه؟ لانه لعب دور ال 32 ولعب دور المجموعات، والحمد لله كمان عدى دور الثمانيه اللي بيتخللوا مباريتين، ودلوقتي هيكون عنده مباريتين كمان في دور نصف النهائي، ويا رب يا رب يبقوا ثلاث مباريات بمباراه نهائيه ويكون نصيبنا اللقب يعني. ده ناتج عن ايه؟ ناتج عن الاهلي لو تفتكروا طبعا مباراه القاضيه ممكن وجول قفشه، ده اللي خلى الاهلي عنده تحديات كتير افريقيه وعنده تحديات عالميه. العالميه كانت بتتمثل في كاس العالم للانديه وثلاث مباريات غير طبيعيه، وده اللي جاي بعد كده. كاس العالم للانديه الاهلي راح كاس العالم، الزمالك راح هو نفسه يروح بس ما وصلش كاس العالم لحد دلوقتي. الاهلي راح بعد ما تغلب على الزمالك في نهائي القرن. خلي الجدول شويه، معلش خلي لي الجدول شويه ان امكن يعني. فالزمالك ما راحش كاس العالم للانديه، الاهلي راح كاس العالم لعب ثلاث مباريات تقال قوي. عندك الدحيل بطل قطر كسبت 1-0، بعد كده لعبت مع بايرن ميونخ الالماني اجمد فريق في الدنيا، وبعد كده لعبت مع بالميراس وكسبته وخدت البرونزيه. الزمالك ما لعبش. طيب كاس السوبر الافريقي الاهلي راح لعب كاس السوبر الافريقي لانه بطل افريقيا بمباراه القاضيه ممكن، بعد ما كسبنا الزمالك في النهائي، فكان طبيعي ان هو يلعب السوبر، وخد الحمد لله السوبر ورجع، والكاس كان معانا هنا امبارح. طيب اجمالي المباريات بقى زي ما انتم شايفين كده، اجمالي المباريات الاهلي لعب رغم كل ده الاهلي لعب 34 مباراه والزمالك اقل بمباراه لعب 33. فين بقى ضغط المباريات وفين السفريات ومش السفريات والكلام من ده؟ انا اتمنى ان احنا ما نحاولش ننشر الجهل الكروي، جهل كروي. وبيصعب على الواحد لما بيشوف لعيب كوره كان لعيب كويس جدا او بعض اللاعبين كانوا كويسين جدا زمان وتلاقيهم ما بيفهموش في الكوره زي ما ناس كتير جدا ما لعبتش الكوره وفاهمه فيها. والله بجد يعني الواحد بيصعب عليه يعني، رغم انه ممكن كان يبقى ده او ده او ده لعيبه كوره جامدين قوي زمان، لكن للاسف ودي مش شرط يعني انت تبقى لعيب كوره وتفهم في الكوره تبقى نصيب انك لعبت كوره يعني، ما لهاش معنى تاني غير كده. فبلاش ننشر الجهل الكروي او الرياضي للناس يعني، لان في ناس بتصدق والله، فدي حاجه غريبه بالنسبه لي. طيب تعال نروح بدايه من شهر 4 لحد دلوقتي، من شهر 4 لحد دلوقتي الاهلي عمل ايه والزمالك عمل ايه، لان ده مهم قوي. تعال نبتدي بالاهلي. يوم 3/4 كان عنده، خلوا بالكم طويل معايا شويه معلش، يوم 3/4 كان عنده المريخ في السودان، وبعد كده رجع لاعب سيمبا التنزاني في مصر، وبعد كده لعب مع النصر في كاس مصر، ولعب مع الزمالك في الدوري، ولعب مع سموحه في الدوري، ولعب مع انبي في الدوري، بعد كده طلعت لعبت في اسكندريه مع المصري، ورجعت لعبت الجونه هنا، ادي سفريه اسكندريه ماشي، ادي واحد، بعد كده لعبت مع غزل المحله في المحل، وبعد كده لعبت مع الاتحاد في اسكندريه، ادي سفريتين ورا بعض، وبعد كده لعبت الزمالك في الدوري، ولعبت سان داونز هنا، ورحت بقى ايه، ركز في اللي جايه دي، رحت جنوب افريقيا تلعب مع سان داونز. طيب عشان انت بطل افريقيا
بعد ما خلصت ماتش سان داونز في جنوب افريقيا طلعت مباشره على قطر، اللي هي حاجه يعني قمه الاجهاد اللي في الدنيا، يعني من اخر قاره لقاره تانية خالص، من جنوب قاره رايح قاره تانية خالص، فمشوار طويل واجهاد كبير جدا بيعاني منه النادي الاهلي، مش بس في السفريتين دول، لا ده على مدار الموسم كله. فبالتالي راح لعب ماتش السوبر. طيب الزمالك عمل ايه حضرتك؟ الزمالك تعالى من اول شهر 4 ماشي لعب مع المولودية في الجزائر، وبعد كده كل المباريات في مصر. هتقولي طب ما في سفريات محليه، طيب تعالى قبل الثلاث مباريات الاخيره للزمالك اللي الناس للاسف بعض الاعلاميين في نادي الزمالك بيتكلموا عنهم، وان احنا ازاي بنسافر ثلاث مرات ورا بعض واجهاد للعيبه، وان ده واضح ان في ان الزمالك ده الناس جايه عليه قوي. طيب الثلاث مباريات اللي هم قصدهم عليهم اللي هم مين؟ المصري اللي هو كان يوم 24/5 في الدوري في اسكندريه، وبعد كده لعب الاسماعيلي في كاس مصر في السويس. وخلي بالك حط في الاعتبار ايه، ان الاسماعيلي في كاس مصر طبقا لللائحه اي مباراه في كاس مصر لازم تتلعب في ارض محايده، يعني كده كده انت مجبر تسافر، يا اما مش حاطين لك الماتشات في الدوري ورا بعض بره ارضك يعني. طيب وبعد كده رحت لعبت الجونه في الجونه. طيب اللي قبل الثلاث مباريات دول، ما انتوا قبل ما تتكلموا يا جماعه ادرسوا الموقف بتاعكم عشان يبقى الشكل كويس يعني، او عشان يبقى الكلام مقنع يعني. برضو الزمالك قبل الثلاث مباريات دول لعب 9 مباريات في القاهره، 9 مباريات في القاهره ورا بعض. طب ودول ايه موقفهم؟ لا ما جابوش سيرتهم، اللي هو عادي اصلا المفروض ان احنا نلعب كل ماتشاتنا في القاهره، المفروض ان احنا ما نسافرش. فقال لك ايه يعني، تعالى كده بدايه عد معايا، ادي عندك مباراه طلائع الجيش وانبي والاهلي وسموحه، ادي 4، انا بجيب من الاخر الاول، ادي 4 كانوا في القاهره. تعالى كمان بيراميدز والمقاولين والبنك الاهلي والانتاج الحربي والاهلي، ادي 5 كانوا في القاهره. قبليهم كانت حرس الحدود اللي هي المباراه الطبيعي تتلعب في ارض محايده طبقا للوائح في كاس مصر كانت في السويس. يعني زي كان عنده 9 ماتشات، ادي 2 4 5 و4، يبقى ادي 9 ماتشات في القاهره ورا بعض. طب ما جبتوش سيرتهم ليه دول؟ بمعدل ايه بقى؟ خلي بالك معدل 3 ايام راحه. يعني مثلا الزمالك لعب مع الاهلي يوم 18/4، وكان بعديهم بثلاث ايام مباراه الانتاج، الاهلي كان بيلعب 72 ساعه لو نفتكر، يومين تمام؟ يعني يومين تريح وتلعب على طول. الانتاج الحربي ثلاث ايام ما بينه وما بين البنك، البنك والمقاولين ما بينهم ثلاث او ما بينهم ثلاث ايام، والمقاولين وبيراميدز ما بينهم يومين، وبيراميدز وسموحه ما بينهم يومين، وسموحه والاهلي ما بينهم ثلاثه. يعني في فروقات بين الماتشات. طب طلائع الجيش والمصري اللي هي قبل السفر كان ما بينهم خمس ايام. وحط برضه في الاعتبار ان السفر المحلي غير الدولي، يعني انت بتسافر هنا في مصر بتتنقل باتوبيس او بتاع، لما تروح الجونه هتروح بطياره مثلا، لكن الاهلي كان بيسافر بره بطيارات ومشاوير قد كده، فطبيعي يبقى الاجهاد عنده اكتر. فدي نقطه من ضمن النقط اللي بيتم اغفالها بشكل كبير جدا من قبل اعلام نادي الزمالك. طيب اخر حاجه عايز اتكلم فيها في النقطه دي عشان نقفلها، والشكوى الدائمه من الغيابات ماشي والاصابات والايقافات. امبارح الزمالك اتعادل مع الجونه نتيجه كويسه جدا للجونه، وبنبارك لهم طبعا في اطار طبعا الاهلي بينافس الزمالك، فبالنسبه للنادي الاهلي نتيجه كويسه، الاهلي عنده عدد 6 ماتشات تقريبا اقل من الزمالك، فانت لو كسبتهم هيبقى الفرق 4 نقاط مع الزمالك يعني ان شاء الله باذن الله. فبالتالي غاب عن الزمالك في المباراه دي حوالي 9 لعيبه تقريبا بسبب ايقافات وبسبب اصابات مثلا. انا عايز اركز في الايقافات لان برضو اتقال لك ايه، اصل في تعمد لايقاف لعيبه الزمالك وتعطيل الزمالك عن الفوز بالدوري. يعني دلوقتي لما اشوف لعيب ولا اتنين بيضربوا في الملعب ما ياخدوش طرد؟ ده في لعيب الطرد بتاعه اتاخر سنه ونص تقريبا او اكتر، يعني كان المفروض ياخد طرد من زمان جدا واحنا صغيرين، اول مره كان ياخد طرد. فانت كمان يعني عايز الناس تضرب في الملعب، يعني طبيعي ان انت تنزل تضرب الناس اللعيبه في الملعب زمايلك وما تاخدش طرد؟ ولو خدت طرد يبقى ده في توجه ضد الزمالك؟ حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة جدا. طب الأهلي ما بصيتش لغياباته على مدار الموسم، على مدار الموسم، بلاش الموسم ده، على مدار المواسم، بس أنا عايز بالتحديد أتكلم على الشهرين اللي فاتوا من أول 4 لحد دلوقتي. الأهلي غاب عنه كام لعيب على مدار ده؟ إحنا لعبنا الزمالك في مرة
من غير 11 لاعب اساسي بما فيهم الشناوي وكسبنا 2-1 يعني، وما اشتكيناش في غيابات بس بنتعامل معاها لان عندنا اداره اشتغلت صح، دعموا الفرقه بقائمه كويسه جدا. فغيابات الاهلي كانت على مدار الفتره الشهرين دول كانوا ايه؟ الشناوي ومحمد هاني وياسر ابراهيم وعلي معلول وحمدي فتحي وجونيور اجاي ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي محمود وحيد، حوالي 10 11 لعيب ومحدش بيشتكي. فانت لما تيجي تلوم ما تلومش غير نفسك، ولما تيجي تتكلم في مواقف قول الحقيقه، ما تقولش حاجات غير حقيقيه وتوهم بيها بعض الجماهير اللي بتصدقك للاسف الشديد، للاسف الشديد. فدي جزئيه كان لازم ان احنا نعلق عليها ونوضحها للناس، لان بصراحه في افتراء كبير جدا على النادي الاهلي في الامور اللي زي دي. طيب عندي لسه كلام كتير كمان بيتعلق باتحاد الكوره واجتماع النهارده، هروح بس الفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نتكلم في الجزئيه دي، يلا بينا. طيب النهارده كان في اجتماع في الاتحاد المصري لكره القدم من خلال اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد، وكان الحديث عن مواعيد جدول الدوري ومناقشه كمان مواعيد بطوله كاس مصر ومتوقع من هذه البطوله. قبل بس ما نروح لتقرير الكابتن سيد عبد الحفيظ معانا وتعليقه عقب هذا الاجتماع، خلينا نقول لكم ان بشكل رسمي خلاص تم تاجيل مباراه الاهلي وانبي في كاس مصر واللي كان مقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه يوم 4 يونيو لميعاد لاحق هيتم تحديده من قبل اللجنه الثلاثيه. الاجتماع كمان بالتالي النهارده كان مهم جدا، فخلينا نروح سريعا نشوف تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ونرجع مره ثانيه، يلا بينا. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا بنرحب معاك في معانا في شاشه قناه النادي الاهلي، النهارده اجتماع لاتحاد الكره طبعا بمشاركه الانديه، عايزين نعرف منك كواليس الاجتماع. يعني هو كان اجتماع اعتقد مهم جدا وايجابي جدا، الناس طرحت وجهات نظرها واستكمال المسابقه وادوا خيارين ممكن يبقى في نهايه اغسطس، واقتراح تاني ان هو ممكن يستكمل في نهايه سبتمبر. يعني العائق ما كانش الاهلي زي ما الناس بتقول ولا حاجه، العائق ايجابي لو المنتخب الاولمبي بيلعب على ميداليه، لان هو هيلعب اولى مبارياته تقريبا 22 و25 و29 يعني حاجه زي كده، يعني زيد يوم يقل يوم حاجه كده، لو ربنا كرمه في اللقاءات الاولى هيبقى مستمر لحد نهايه او لحد الجزء او الثلث الاول من اغسطس. يعني ده اللي هيبقى في ان انت تستكمل المسابقه لحد نهايه سبتمبر. يعني النادي الاهلي بيبص دايما للمصلحه العامه، بيبص دايما للمصلحه الجماعيه، في بعض الاوقات طبعا بيفكر مصلحته طالما تحت مظله الرولز والنظام. يعني دايما في الاجتماعات دي بنشوف شد وجذب، هل كان في خالص؟ لا خالص، الناس طرحت وجهه نظرها بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام يعني، ودي حاجه كويسه يعني. طيب يعني احنا طول عمرنا النادي الاهلي يعني هو القوام الاساسي لمنتخب مصر، ليه بقى في كلام حوالين مشاركات لاعبي النادي الاهلي ومنتخب مصر وفي تعارض؟ يعني حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ لا ما فيش تعارض ولا حاجه ابدا، هو دايما بيبقى في تنسيق متبادل يعني، والاهلي اكتر نادي في يمكن في العالم كله بيمد منتخباته الوطنيه باللعيبه، ودي حاجه شرف لينا يعني، مش حاجه، ده شرف للاهلي يعني. لكن في نفس الوقت يمكن بس عشان شهر اللي جاي هيبقى في حاجات ممكن تكون لها علاقه بالامور الافريقيه او القاريه، لكن لما تيجي تساليني عن المستوى الشخصي اقول لك يعني خلينا نركز في رقم واحد الاول قبل رقم اثنين. رقم واحد عندنا سيمي فاينل الاهلي والترجي، وما بالك بالاهلي والترجي؟ الاهلي والترجي، الاهلي واصل فاينل ثلاث مواسم من اخر اربع نسخ في البطوله الافريقيه، واصل 2018 و2017 و2018 و2020، واخد اللقب ب 2020، الترجي واخد اللقب في اخر اربع مواسم مرتين. فانت يعني عشان تكتبي عنوان بس يعني لاهميه اللقاء تكفي بس ان انت تقول الاهلي والترجي، الدور اللي بيلعب فيه الاهلي والترجي هو السيمي فاينل. فالمهم قوي ان احنا نركز في واحد الاول وبعدين هنشوف بقى رقم اثنين باذن الله. معانا كابتن سيد عبد الحفيظ وهنلعب الترجي، فيعني اكيد لازم اسالك عن طبعا ذكرياتك مع ماتش الترجي، وبتقول ده للعيبه ازاي؟ يعني الترجي طبعا في الترجي فرقه محترمه طول عمرها، عندها تاريخ كويس وعندها شخصيه في البطولات الافريقيه، فده مش جديد يعني، لكن يبقى الاهلي هو الاهلي مهما كان يعني. ف يعني عايزين بس نخش اللقاء بتركيز عالي، عايزين نحضر له كويس قوي على المستوى الاداري والمستوى الفني والمستوى اللاعبين، عايزين نعرف كويس قوي ان احنا عندنا بطوله احنا حاملين لقبها ان شاء الله الرحمن باذن الله نحققها ان شاء الله الرحمن، يعني رايحين رادس واحنا عارفين
ان الامور مش سهله، الامور صعبه. ان شاء الله الرحمن يكون الامور كلها كويسه في المنظومه، سواء كان على المستوى الفني او المستوى التحكيمي او المستوى التعاملي يعني، ان شاء الله الرحمن يعني. خلينا بس ناخد اللقاء واحده واحده كده ان شاء الله، نجهز بشكل كويس ونروح لتونس ونرجع باللقاء او نرجع بالنتيجه تساعدنا في لقاء العوده ان شاء الله. شفنا لقطه لحضرتك على السوشيال ميديا يمكن انتشرت وانت بتقول للعيبه خدنا بطوله ولسه عندنا بطوله، طول الوقت كابتن سيد عبد الحفيظ داعم وبيتكلم مع اللعيبه، يعني الفتره اللي جايه دي بقى ان شاء الله يعني كلامك للعيبه هيكون ازاي؟ بصي، هي مش كلام فرد يعني، هي ثقافه منظومه ككل، سواء كان مجلس اداره او لجنه تخطيط او مشرف على الكوره او جهاز فني او لعيبه، وقبليهم كل الجمهور. واحنا واخدين السوبر ما طلعناش من الملعب، لسه ما طلعناش من الملعب والجمهور بيقول الدوري يا اهلي. فهي دي ثقافه منظومه، ثقافه ايجابيه جدا 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 يعني. ان شاء الله الرحمن نكون نقدر نتحمل مسؤوليتها ونأديها بشكل كويس ونوصل امانه يعني احنا استلمناها من ناس قبلينا، نوصلها للناس بنفس الكفاءه ان شاء الله. يعني طبعا ما اقدرش ما اسالكش عن قفشه واخر تطورات اصابته. قفشة عملنا له اشعه امبارح وجزع في الانكل، ان شاء الله الرحمن باذن الله بنسبه كبيره يكون موجود معنا في اللقاء الاول في الترجي ان شاء الله. يعني محمد هاني هو اللي هنشوف ان شاء الله باذن الله، لكن عندي امل ان شاء الله في يبقى في استجابه للعلاج بشكل كويس ان شاء الله. طيب مستر بيتسو موسيماني، يعني يمكن كان قبل مباراه السوبر كان في بعض الناس اللي معترضه الى حد ما او شويه عن الاداء، والجهاز الفني بيطلع بيقول النتائج اهم. حضرتك شايف المشهد ازاي، الاداء ولا النتائج ولا الاثنين؟ والله بص، يعني انا برضو دايما اقول ان في الامور الفنيه او الامور المهنيه عامه يعني لها مقاييس مختلفه. يعني الكره فيها تغيرات كتير جدا، في اوقات كتير قوي انت بتلعب وانت ناقص اعداد من الافراد، في اوقات كتيره بتبقى حاله الفنيه مش على مستوى عالي، لكن شخصيه وهويه الفرقه هي الاساس. انا دايما بدور على ده، دايما بدور ان انت حتى لو كان مستواك مش على اللي هو المنتظر ولا حاجه، لكن هويتك موجوده. اعتقد ان الراجل ناجح بكل المقاييس، في كل الامور اللي خاضها وكل الامور البطولات اللي شارك فيها يعني. لكن مع احترامنا للكل يعني، كل واحد من حقه ان هو يكتب وكل واحد من حقه ان هو يقول وجهه نظره يعني. طيب اخيرا بقى، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني بعض الناس بتلوم عليه ان هو دائم الحديث عن يعني شويه تحكيم او ضغط المباريات، ترد عليهم تقول لهم ايه؟ لا يعني انا لسه بقول كلام مش عايز اقول عكسه بعد 5 دقايق يعني. في وضع او في وقت بتتكلم لمصلحه فرقتك واهميه الفتره اللي انت بتشتغل فيها، وبتحاول ان انت تنقل وجهه نظر يعني، لكن في النهايه احنا بنحترم الناس وبنقدر الناس كلها يعني بلا استثناء يعني. تعالوا نشوف ترند الاهلي في ايه النهارده وايه اهم الاخبار اللي اتكتبت على الاهلي في السوشيال ميديا. نبتدي بالحساب الرسمي لمستر بيتسو موسيماني على تويتر، واللي كتب قال: لقد تحدث معي رئيس جنوب افريقيا سيريل راماپوسا لتقدير مساهمتي المتواضعه في القاره، وهو في تقدير كبير جدا بالشغل اللي بيعمله مستر موسيماني مع النادي الاهلي، وده امر طبيعي جدا لان هي كانت حاجه يعني جديده من نوعها ان الاهلي يعني يتعاقد مع مدرب من داخل قاره افريقيا، ما حصلتش قبل كده، فده حدث في حد ذاته فبيستاهل دايما المتابعه بشكل مكثف بالتحديد من جنوب افريقيا ومن القاره كلها. خلينا كمان نروح لحساب مبتدا على تويتر واللي بيتكلموا على قفشه وغيابه عن مباراه الترجي الاولى. بالمناسبه يا جماعه، قفشه عنده فرص باذن الله ان هو يكون موجود في المباراه الاولى في تونس، لكن الناس بتحاول تستنتج حتى لو غاب قفشه مين هيلعب. في بدائل كتير جدا، في بدائل كتير جدا. هو هنا بيقول لك ان موسيماني استقر خلاص على بديل قفشه. احنا فين الماتش؟ فين الماتش؟ لسه ناقص عليه 18 19 يوم، فلسه بدري. الحسابات اكيد كتير، موسيماني هيفكر بشكل جيد، لكن هم طبقا للخبر هنا بيقولوا ان تم الاستقرار على اجاي، لسه مفيش لا استقرار على اجاي ولا على اي حد تاني. انت عندك ممكن اجاي يؤدي المكان ده، ممكن ناصر ماهر طبعا يؤدي المكان ده بشكل كويس ان هو مكانه اصلا ده، بس هو ممكن يكون ناصر بعيد شويه عن المباريات دي، برده حاجه مطروقه للمدير الفني. لو تاخد رايي انا، لو ينفع يعني اقول رايي انا، انا اتمنى ان السوليه يقوم بدور قفشه ويبقى حمدي وديانج جنب بعض، منها يبقى عندك 3 في نص الملعب منهم واحد بيجيد الواجبات الهجوميه والدفاعيه اللي هو عمرو السوليه، وفي نفس الوقت عندك تقالتين في نص الملعب اللي هم حمدي فتحي وديانج. لكن كل الامور دي طبعا متروكه لمستر بيتسو موسيماني. طيب خلينا كمان
نروح لحساب الاهرام وبرده الكلام على قفشه، وطبعا كلام كتير على اللاعب وغيابه لانه هو لعيب مهم جدا من احد ابرز اللعيبه في افريقيا مش في مصر بس. قال لك اربع بدايل في الاهلي تعويض غياب قفشه امام الترجي التونسي، قال لك هنا كذا حاجه، قال لك موجود اجاييه، في كهربا، في وليد سليمان وناصر ماهر، بدايل كتير جدا، واكيد موسيماني هو ادرى بكل شيء. هنشوف في الاخر هيستقر على ايه. الاهم بالنسبه لنا احنا بس لما نروح هناك نلعب نجيب جون، احنا مش عايزين غير كده، عايزين نجيب جون خارج ملعبنا عشان يبقى عندنا اريحيه اكتر لما نرجع هنا نلعب في مباراه الاياب في مصر. طيب اليوم السابع ومحمد هاني يغيب عن الاهلي في مباراتي الترجي بنصف نهائي افريقيا، لم يتحدد يعني الكلام اللي طلع امبارح او اللي النادي الاهلي اعلن عنه ان هيغيب ثلاث اسابيع. الماتش ناقص عليه 18 يوم، يعني انت كده ما كملتش الثلاث اسابيع، فبالتالي اكيد النسبه الاكبر انه هيغيب عن المباراه الاولى، رغم الكابتن سيد دلوقتي في التغريده كان معانا قال لسه مش متحدد هل هيلحق المباراه الاولى ولا لا، لكن مبدئيا غياب ثلاث اسابيع. طيب هل يلحق مباراه الاياب؟ ده اللي هيبان طبقا للتطور في حاله محمد هاني ومدى استجابته للعلاج. لكن محمد هاني طبعا لعيب مؤثر جدا ومهم بالنسبه لنا قوي. خلينا كمان نروح لحساب بطولات على تويتر اللي بيقولوا فيه تقرير ان الكاف يستقر على حكمي مباراتي الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، وبيقولوا ان حكم مباراه الذهاب هيكون فيكتور جوميز الجنوب افريقي، وحكم مباراه الاياب في مصر هيكون رضوان زايد المغربي، بس الكلام ده لسه مش رسمي، لكن ممكن تكون النسب اكبر في اتجاه الاثنين دول. ومن الحكام المميزه رغم رضوان زايد الفتره اللي فاتت يعني اثر معانا بشكل كبير جدا في احدى المباريات الافريقيه، اعتقد مباراه سيمبا، فكروني يا جماعه مش فاكر اي مباراه يعني في دوري الابطال، فيتا كلوب، وكان حسب ضربه جزاء علينا غير صحيحه بالمره، لكن في كل الاحوال هم اسمين كبار. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الترند. يلا بينا نرجع للترند العالمي بقى نشوف ايه اهم وابرز الاخبار العالميه على الساحه. نبتدي ببرشلونه وحسابهم الرسمي على تويتر واللي بيعلنوا بشكل رسمي انضمام كون اجويرو، طبعا نجم هجوم مانشستر سيتي السابق ولاعب برشلونه الجديد، علشان يكون مع ميسي ان استمر في برشلونه، ثنائيه مهمه جدا كانت دايما في منتخبات الارجنتين المختلفه، شباب اولمبي وكمان منتخب اول، وده كمان كان او دي لقطات من الاختبار الطبي اللي عمله كون اجويرو، طبعا احد ابرز اللاعبين في خط الهجوم وحقق ارقام كبيره جدا مع مانشستر سيتي والقاب كمان مميزه، كان ناقصه بس ان هو من يومين يكسب الشامبيونز ليج لكن ما نجحش في كده وتشيلسي هي اللي فازت. طيب خلينا نروح للخبر اللي بعده، ده من خلال حساب ليفربول على تويتر واللي بيستعرضوا فيه ارقام محمد صلاح وافضل اهدافه من اول ما انضم للريدز قادما من روما، وقال لك صلاح لعب 203 مباراه لحد دلوقتي مع ليفربول، جاب كام جون؟ 125 جون ما شاء الله عليه، و43 اسيست، لا يصدق ما يقدمه الملك المصري محمد صلاح مع ليفربول. في الحقيقه صلاح ارقامه كلها كبيره جدا ومميزه مع ليفربول، وواضح كده لحد دلوقتي ان هو مستمر مع ليفربول في الموسم الجديد. طيب الخبر اللي بعده وده من خلال حساب اس على تويتر واللي نشر تصريحات خاصه لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق واللي رحل مؤخرا عن الفريق، وكشف من خلالها اسباب رحيله عن ريال مدريد. قال يعني قررت المغادره والرحيل عن ريال مدريد بسبب امور كتير جدا، ولكن ابرزها ان انا كنت بفتقد للثقه والدعم من المسؤولين، وحسيت ان مفيش يعني ثقه كبيره جدا في قدراتي بالقدر اللي انا كنت متوقعه اللي انا كنت مستنيه. قال كمان افهم ان كره القدم ليها متطلبات بالتحديد في ريال مدريد، اعلم ان لم اخسر لازم امشي، ودي الثقافه اللي موجوده او ده يعني اللي بيحصل دايما في الانديه الكبيره اللي زي ريال مدريد، لكن في نفس الوقت تم نسيان كل ما قمت ببنائه يوميا وما جلبته بعلاقاتي مع اللاعبين مع ال 150 شخصا الذين يعملون مع الفريق وحوله، وشدد انا شخص احب الفوز بالفطره وقد كنت هنا للفوز بالالقاب. هو فعلا راجل حقق مسيره كبيره جدا مع ريال مدريد في الولايه الاولى تحديدا يعني. وقال ان قرار العوده للاشراف على الفريق مره ثانيه كان لاني رايت الرغبه بعودتي في عيون المسؤولين وفي عيون مشجعي ريال مدريد،
كلما التقيت بأحدكم في الشارع، ويعني كلام كله مؤثر شوية، لكن في نفس الوقت زين الدين زيدان طبعا مدرب كبير جدا وألقابه ومسيرته التدريبية كلها رائعة في الحقيقة. هل ممكن نشوفه في نادي جديد الموسم اللي جاي أو بداية الموسم الجديد؟ هنشوف خلال الفترة اللي جاية. طيب خلينا سريعا ناخد مشاركات حضراتكم وتفاعلكم معانا من خلال صفحات القناة المختلفة. وكان سؤالنا النهاردة بيتعلق بموسيماني وبعد تحقيقه 3 بطولات وميدالية برونزية في كأس العالم، إيه الرسالة اللي أنت حابب توجهها للمدير الفني للنادي الأهلي؟ نبتدي بمحمد أبو حلاوة واللي قال كل بطولة حققناها أصبحت من الماضي طبعا، وهي دي ثقافة الأهلي وجمهوره، ونحن حاليا نتطلع مع بيتسو للأفضل بإذن الله، نريد المزيد من البطولات القارية يا رب، والحفاظ على البطولات المحلية كما تعودنا إن شاء الله، وهذا لا يأتي إلا بمزيد من التركيز والعمل الشاق. كل الدعم والمساندة الجماهيرية لمستر بيتسو وجهازه المعاون. يا سلام عليك يا أبو حميد. طيب خلينا كمان ناخد تعليقين، آخر تعليقين معنا. إبراهيم الشرقاوي قال نحب نقول له عندك سوبر مصري ودوري وكاس وافريقيا احنا محتاجينهم عشان ما فرحناش بقالنا 3 ايام. ماشي، خلينا كمان نروح لعمرو السيد واللي قال في ظهرك ومعاك بكل الدعم واثقين فيك وعارفين انك هتبقى قد الثقه دي، منتظرين منك الاكتر باذن الله، حظك انك وقعت في قلعه البطولات ومع جمهور لا يشبع منها، وهي دي الثقافه الخاصه دايما بجمهور النادي الاهلي. بنخلص اي بطوله بنفكر في اللي جايه وما بنشبعش دايما بطولات، وان شاء الله موسيماني والفريق يكونوا موفقين في حصد المزيد والمزيد من الالقاب. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج بدايه من الاسبوع الجديد باذن الله. الى اللقاء.